فينش عين الجمل يا جماعة على الخشب، محلول فينش عين الجمل الخشب اهو اهو كده لونه كده اهو. هبتدي اعمل هنا كده يا جماعة، الولنت لون الولنت اهو. هننفذه على جزء على خشب زان اهي، ده خشب زان يا جماعة اهي، هنطبق عليها يا جماعة. اقدر اديله اللون اللي انا عايزه بكل سهولة اهو، هذا اللون اهو. الجزء اللي فيه الثمرة ده اهو، دي مكان سمر اهي خشبة اهي يا جماعة اهي. هذا الفينش دي قطعة زانة يا جماعة، خدت اللون بتاعها، ادي الفرق، اللون جميل رائع. اقدر بعد كده اديها ورنيش او اقدر ازيتها اهو، اللون اهو اهو اهو. سلام مثال اهو المحلول اهو، ده لون عين الجمل على الخشب. تقدر تطبقه بنفسك، بتاخده شكله ممتاز، مفيش اي مشكلة فيه اهو، الفينش بتاعه رائع مفيش اي مشكلة فيه تمام. بعد ما يجف ان شاء الله هنوريه لكم اهو، اقدر اغمقه، اقدر اخد اللون خفيف على سبيل المثال، يعني احنا هنا عملنا اللون غامق تمام اهو. انا لو عاوز اعمل لون خفيف، هذه الحتة خفيفة كده اهي 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 اهي، ما بعملهاش كذا وش، انما هي عشان لون رائع اهي، يبتدي التفاعل على الخشب بيدي اللون
لون عين الجمل الرائع اهو، من غير دهانات ومن غير اي تكلفة. هنخليه ينشف وبعد كده هنرجع تاني لحضرتك. هنبتدي نجفف. ده لون عين الجمل على الخشب من غير اي مشاكل ومن غير اي مجهود. اقدر ادي بني محروق، ادي عين جمل اهو. بعد كده اديله ورنيش. طبعا الجزء ده غامق علشان هو خشن في الحته دي، الخشبه خشنه في الحته دي، انما الخشبه اللي هي ناعمه ميه واحده، الخشبه لون واحد. طبعا هنوريها لكم بالشمس ان شاء الله دلوقتي. اللون في منتهى الروعه، وطبعا هنوريه لكم بعد ما نزيته. تقدر بعد ما تدي اللون الرائع ده، بعد ما تدي اللون ده تقدر تزيت او تقدر تديله ورنيش. اللون مط رائع، مفيش اي مشكله فيه اهو. لو عاوز اضيف لمعه هديله ورنيش او هزيد اهو يا جماعه. اللون لا اي دهانات ولا اي معادين ولا تنرات ولا مخففات ولا كلام من ده. لون عين الجمل الرائع اهو يا جماعه. نجفف الجزء ده اهو كمان. اهو اللون ابتدى يظهر بشكل جميل اهو. ميه واحده، السطح لو ناعم بيدي ميه واحده للون، شيء رائع من غير اي دهانات ومن غير اي جملقه ولا سبيرتو ولا هرس الدماغ ولا وجع دماغ اهو. اللون اللي انا بحصل عليه اهو، الاسطر مط اهو او عين الجمل اهو يا جماعه. اللون في منتهى الروعة. هنوريه لكم إن شاء الله فين في الشمس. ده الجفيفة تهيأ بقى تلاقي الفل. هنوريه لكم برضه في الشمس عشان الإضاءة بتكون أحسن. دلوقتي يا جماعة ده اللون أهو، لون رائع عين الجمل على الخشب من غير أي دهانات ومن غير أي حاجات ومن غير أي مشاكل أهو. لون في منتهى الروعة. اه طيب هنجرب نزيته تمام. ممكن هنا دلوقتي تزيت او ممكن تغطيه بورنيش او تسيبه عليه، تسيبه على نفس اللون الرائع ده. اللون ما بيطلعش، لون ثابت ما بيتخدش. ليه؟ لانه هو الخشب نفسه اتلون باللون. فاذا قبل ما استخدم اللون الرائع ده ببتدي افنش المشغوله بتاعتي، يعني تكون ناعمه جدا جاهزه للدهان وتديك اللون القيم اللي احنا شايفينه ده اهو. على سبيل المثال او الفرق يا جماعه بينهم، دي قطعه زان معلهاش لون، ودي قطعه زان ثانيه عليها الفينش بتاعنا. ادي الفرق بينهم يا جماعه اهو. هنجرب نحط عليه ورنيش مثلا او زيت مثلا على سبيل المثال اهو. هنجيب الزيت اهو ونزين وهنشوف الفينش اهو. وهنعمل لكم واحدة تانية برضو من غير زيت.
عشان تعرفوا الفرق بينهم. تمام، ادي احنا زيتنا كده. هجيب بقى هجفف الزيت ده لحسب قماشه وارجع لكم. اهو على سبيل المثال انا كده زيت الجزء ده، الجزء ده ما زيتش اهو. اهو تمام، اهو بدعك فيها يا جماعه، مش بيطلع ولا في حاجه من دي، ثابت على الخشب. بعد كده انا هايه جففته، نشفته بقطعه قماش قط، خلاص انتهى. اللون رائع في المط الرائع اهو، اللون جميل جدا. ديت جزء، دي قطعه احنا فنشناها وزيتناها. تمام، هنيجي بعد كده نعمل قطعه، نفنش قطعه ومش هنزيتها. على سبيل المثال ناخد قطعه قماش من دي نقصها، لحظه هناخد قطعة قماش اهي يا جماعة بالمقص كده نقصها عشان نطبق بيها. تمام، قماش قطن أفضل طبعا، وهنفنش خشب زان، حتة قطعة خشب زان. تمام، ومش هنزيتها عشان نعرف الفرق بينهم. هنجيب المحلول تاني اهو، خلينا نسال اهو. تمام، هنفنشها، هنفنش نصها عشان تشوف الفرق اهو يا جماعه اهو. هنفنش السطح ده على سبيل المثال، الجزء ده اهو اهو. تمام، بيبقى لونه بنفسجي في الاول التطبيق، بعد كده حضرتك بتحول لون عين الجمل الرائع اهو. مع الوقت لو عدينا 1 2 3 4 5 6 7 8 ابتدى اللون ياخد اللون بتاعه، واللون البنفسجي بيختفي اهو. على سبيل المثال اهو اهو، قطعة الخشب اهي، دي قطعة خشب زان انا موصل نجار عملها على اساس ان هي طبعا ايه، طبعا لما الخشبة بتكون ناعمة بيكون الفينش واحد، الفينش بيكون ايه واحد اهو. تمام اهو يا جماعة اهو، وبسيبه جيف في الشمس او اسيبه جيف لوحده وهو بيجف، التفاعل بينتهي مع الخشب يا جماعة اهو. دي قطعة اهي، قطعة خشب هنجففها عشان نشوف النتيجة ونقارن بينها عشان حضراتكم تشوفوا الفرق اهو. الجزء الايه الناعم اهو، الجزء الخشن بيبقى فيه اللون مركز شويه، يعني ده جزء اهو خشن شويه. تمام كده يا جماعه اهي، ده لون عين الجمل يا جماعه بعد ما خلص، بس هنوضحه بالشمس اهو. اللون ثابت رائع، مفيش اي مشكله فيه. اكتشفنا ان بعد ما زيتنا ده قطعه زان، خشب زان متزيته، ادت لون في منتهى الروعه، لون في منتهى الروعة زي ما انتم شايفين، لون أبانوسي رائع. تمام، وكمان قطعة الخشب اللي مش متزيتة يا جماعة اهي، كمان لونها ممتاز. تقدر
تسيبها على نفس اللون. طبعا الجزء ده خشن، لازم السطح يكون ناعم جاهز للتفنيش. الجزء الناعم واخد لون ممتاز، مفيش اي مشكلة فيه، اهو لون رائع. وده الجزء مش متعالج، ادي الفرق بينهم اهو. دي قطعة خشب زان مش متزيتة بعد التفنيش، اهي قطعة خشب زان عادية اهي، ادي اللون بتاعها اللي خدته تمام. طيب ودي قطعة خشب زان تانية زيتناها بعد ما فنشناها، ده اهي يا جماعة عشان تشوفوا الفرق. دي خشبة متزيتة بعد فينش عين الجمل اهو. اكتشفنا طبعا ان اللون عين الجمل بعد التزييت بيدي لون في منتهى الروعة عن اللون اللي مش متزيت اهو. يعني على سبيل المثال ده مش متزيت، لونه ممتاز برضو، ولكن اهو تقدر تطبقه وتزيته او ترشه بورنيش وتفر اللي انت عايزه اللون اهو يا جماعة. ده اللون الفينش على الخشب. طبعا اللون ده نقدر نطبقه على السبح الخشبية، لون في منتهى الروعة. طبعا الجزء الغامق ده طبعا علشان الخشبة من هنا خشنة. الجزء الناعم اهو يا جماعة مية واحدة في اللون، مفيش اي مشكلة فيه اهو. ده بالنسبة دي قطعة متفنشة ببندي 3/6 تمام، ومزيتينها بعد ما فنشناها، بعد ما عملناها زيتناها. بصراحة طلع اللون بتاعها تحفة، لونها بني محروق محمر، يعني لون انا نفسي ما توقعتوش. لون في منتهى الروعة اهو يا جماعة، عادي لون القطعة تمام. طيب القطعة التانية يا جماعة دي اهي، دول قطعتين اهم. دي قطعة متفنشة ومتزيتة، ودي قطعة اهي يا جماعة متفنشة ومش متزيتة اهي، في منتهى الروعة برضو رائعة اهي، جميلة جدا. دي تقدر تفنش بيها القطع الخشبية الخاصة بالسبح تمام اهو. نحطهم جنب بعض عشان نعرف الفرق اهو، مثلا جزء جزئين عشان يبقى اهو اهو قطعتين اهو. القطع اللي على الشمال يا جماعة ديت متفنشة ومتزيتة، مدي حمار رائع، ابانوسي رائع. اما القطع اللي على اليمين فدي قطعة متفنشة ومش متزيتة اهي، متفنشة. ده قطع ده خشب زان يا جماعة اهي، ده الفرق بينهم اهو واضح تمام اهو اهو. ده بالنسبة لبوندي 3/6 فينش للاخشاب، اقدر ازيته ارش ورنيش مش اي مشكلة، اسيبه زي ما هو زي القطعة دي. القطعة اللي على اليمين دي اهي زي ما هي، احنا دهناها وبعد ما جفت ادت لون رائع اهو يا جماعة. الفرق اهو، دي القطعة اللي مش متزيتة اهو، ادي قطعة الخشب اهي يا جماعة اهي، مش اي مشكلة، جميلة بصراحة في منتهى الروعة تمام لعشاق الخشب. طيب القطعة اللي مش اللي اتفنشت واتزيتت في منتهى الروعة بقى، يعني ادت لون وفينش ممتاز جدا، اللون رائع. وطبعا كل ما السطح يكون ناعم بيديك فينش عالي جدا تقدر تعتمد عليه في منتجاتك.